إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أعطاه الله ملكا لم يعطه أحدا من قبله ولن يعطيه أحدا من بعده، وسخر له كل شيء في هذا الكون يسير بأمره. أعطى الله جل في علاه لسليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يعطه أحدا من قبله ولن يعطيه أحدا من بعده. فسمع الله نداء عبده ونبيه سليمان حينما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لقد سخر له أمرا لم يسخره لأحد من قبله ولا لن يسخره لأحد من بعده. فقد سخر الله لسليمان عليه السلام الجن، وكان سليمان يتكلم مع الطيور ويخدع الرياح بأمر الله عز وجل. قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكان سليمان عليه السلام يسمع همس النمل كما جاء في كتاب الله العزيز: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومع كل هذه النعم التي منحها الله إياها، إلا أن الله اختبر نبيه سليمان بالمرض، فقال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولكنه شفي منه لأنه كان من الذاكرين الشاكرين. ذات يوم كان سليمان عليه السلام يتفقد الطيور، فاكتشف غياب الهدهد، وعند وصول الهدهد قال لسليمان عليه السلام: لقد جئتك من مملكة سبأ، وهناك وجدت قوما يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، وتحكمهم امرأة تدعى بلقيس. فأمر سليمان عليه السلام الهدهد قائلا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وتشاورت بلقيس مع قومها، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت بلقيس أكثر حكمة من قومها الذين اعتبروا رسالة سليمان عليه السلام تحديا لقوتهم، فأرسلت إليه بهدية قابلها سليمان بالرفض. وقبل مجيء بلقيس سأل سليمان عليه السلام من يأتيه بعرشها، فقال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال أحد القوم المؤمنين: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعندما جاءت قيل سألها نبي الله: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وعندما دخلت بلقيس قصر سليمان عليه السلام فوجئت بأرضية القصر البلورية التي تسبح تحتها الأسماك، قيل لها: ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كان موت نبي الله سليمان آية من آيات الله، فقد مات متكئا على عصاه، وكان الجن يرونه ويظنون أنه لا يزال حيا، واستمروا في عملهم من حوله. ثم جاءت حشرة صغيرة تأكل الخشب وبدأت تأكل العصا حتى اختل توازن جسد نبي الله فسقط إلى الأرض، فأدرك الناس أنه قد توفي، وعلمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، فإن كانوا يعلمون ما علموا ظنا منهم أن سليمان حي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.